السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء في برنامجنا المعتاد مجربات من الطب البديل. إن شاء الله اليوم راح نتحدث عن الجرجير. الجرجير بنسمع فيه كثير والكل بسمع فيه، ويا دوب يوكل بالأسبوع شوية جرجير، لا يعلم مدى فائدة الجرجير. راح أذكر لكم الآن 30 فائدة للجرجير، هذه اللي أثبتت فعاليتها في جسم الإنسان. إما بنستخدم الجرجير أكلا أو بنستخدم عصير الجرجير، وراح أذكر لكم الطريقة الصحيحة كيف نعمل عصير جرجير مفيد إن شاء الله. ولو استخدمنا من هذا العصير اللي هو عصير الجرجير كل 3 أيام كاسة، ممتاز جدا، مش طالبين منك إشي كثير. لكن إحنا اتعودنا إنه نغفل الأمور العلاجية بالخضار والفواكه، منلتجئ للصيدليات والأطباء عندما يحل بنا المرض. عندما يحل بنا المرض بصير بقول لك بدي استخدم عصير جرجير، بدي استخدم، ما بنفع. بدك تستخدم من الآن عشان تعزز مناعتك، عشان تقوي مناعة جسمك، عشان تحافظ على الخلايا في جسمك من الآن. أما بس تمرض تقول والله عصير الجرجير ما فادني، طبعا ما رح يفيدك، بيساعد لكن ما رح يعطيك الفائدة اللي انت بدك إياها 100%. فليش ما تعملها من برنامجك اليومي الغذائي؟ يا سيدي كل أسبوع كاسة عصير جرجير، كاستين، ما بغلب إنك بدل البيبسي والقهوة والشاي، العصائر هاي اللي بنشتريها من الدكاكين اللي بتضر وما بتفيد. ليش؟ نعمل، نشرب عصير ليمون، نعمله ببرنامجنا الأسبوعي، كاستين أسبوعيا، كاستين عصير جرجير أسبوعيا، كاستين عصير رمان أسبوعيا. لماذا لا؟ ليش ما بنعمل هيك؟ عد معي الآن. أول شيء من الفوائد، أنا راح أقرأ لكم الدراسة كاملة طبعا، والدراسة هذه منشورة في مجلات علمية، وراح أترك لكم الوصف، وراح أترك لكم الرابط في الوصف الأسفل. أولاً، حماية الجسم من الإصابة بمرض السرطان. مش يوم ما توقع بالسرطان تصير بدك توكل جرجير، بزبطش، من الآن. حيث يمنع من الإصابة بالطفرات الجينية الضارة، هذه أولاً. ثانياً، إزالة المخاط والسموم من الرئتين، خاصة المدخنين. المدخن من هسه، بلش بعصير الجرجير من الآن. التخلص من البلغم، التخلص من الأكزيما والجفاف وحب الشباب. طبعا الآن بقول لك طب يعني دهون، شربا اشرب عصير الجرجير، شربا شربا أخي الكريم. الأكزيما للمعلوم هي ليست مرض أو طفح جلدي، هي مرض داخلي، سموم في الكبد، لكن بدل ما تظل داخليا رب العالمين بيطلع لك إياها بشكل أكزيما وصدفية على الجلد عشان تعرف أنه عندك مشكلة، عالجها داخليا من الآن. عصير الجرجير، يلا يا خواتنا اللي عندها أكزيما صدفية، يلا عصير الجرجير من الآن. حماية الجسم من الإصابة بالسموم والأضرار، لسه عندك. حماية الإنسان من الإصابة بالعمى والمحافظة على القدرة البصرية خاصة لدى كبار السن، يلا. طبعا احنا بنستخدم الجرجير ما بنعرف له غير فائدة واحدة، الكل بقول لك ازرع الجرجير تحت السرير، هذا اللي فاهمينه واللي حافظينه، بس انه الجرجير مقوي جنسي، بالإضافة الى انه مقوي جنسي وانه بيعطي نشاط وحيوية، له فوائد كثيرة. بالإضافة يا ستاتنا يا حبايبنا، انه والله مقوي للشعر ومقوي بصيلات الشعر، وشعر ناعم وبزيل الشيب، لا له فوائد كثيرة كمان. تحسين أداء الغدة الدرقية، يلا خذوا عندكم. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، يلا لسه 30 فائدة مثبتة. التقليل من الأمراض المزمنة، خفض الكوليسترول في الجسم، مع الكوليسترول اشرب عصير جرجير.
التقليل من خطر الإصابة في الأمراض القلبية والوعائية. يعني من هسه عشان تحافظ على حالك وتحافظ على قلبك، واضب لي على الجرجير، تستناش بس توقع الفاس بالرأس، لا تستنى، لا تستنى لحد ما توقع الفاس بالرأس. أيضا الحد من تلف الأنسجة القلبية، يعني القلب بشكل عام، تحسين صحة العظام وهذا مثبت. الحد من الإصابة بمرض هشاشة العظام، يلا جرجير داوموا عليه. الوقاية من الإصابة بمرض السكري ومتلازمة الأيض، قبل لا يطب فيك السكري وتصير تقول يا أبو الأمين بدي علاج للسكري، من الآن بلش بالجرجير، كاستين أسبوعيا عصير جرجير وانتهى الموضوع، ما بكلفن لك كلهن على بعض دينار، ما بكلفن. الحد من خطر الإصابة بالاكتئاب أو السكتة الدماغية، يا الله. تطوير صحة الجنين لدى المرأة الحامل، الحماية من خطر الإصابة بخطر تلف الدم أيضا، الحماية من الإصابة بمرض اعتام عدسة العين مقوي للعين، علاج البرد، تخفيف آثار مرض الربو لدى الأطفال، كمل، مكافحة الفيروسات، الإنفلونزا اللي بفلوزوا يأخذوا جرجير، علاج التهاب القصبات الهوائية، تحسين جهاز المناعة وتحسين أنظمة الجسم، هذا كله بالجرجير، التخلص من الوزن الزائد، ومجربة وأنا جربتها، التخلص من الوزن الزائد بواسطة الجرجير، تحسين الصحة الهضمية لدى الإنسان حيث يحتوي على أنزيمات تساعد عملية الهضم وتخفيض نسبة الدهون المشبعة في الجسم، الدهون الضارة، الكوليسترول الضار في الجسم، الجرجير بقضي عليه. طبعا هذه 30 فائدة مثبتة للجرجير في أمور كثيرة جدا، لكن أنا اللي بطلبه منك كاستين عصير جرجير أسبوعيا، قدرت تكثر كان بها. طريقتها سهلة جدا، بتشتري ضمة الجرجير من عند تبع الخضرة، اغسلها، اقطع بس العرق اللي بالآخر، مش كل عروقها بس نهاية العرق اقطعه، بتحطها بالخلاط، بتجيب عليها كاستين مي وبتحليها بملعقتين عسل، دير بالك تستخدم السكر، بتخرب كل شيء، بخرب كل شيء، تحلى بملعقتين عسل واضربها على الخلاط. طبعا التحلية زي ما بدك، في ناس ما بتحلي، لكن اللي بحب الحلو يحليها بملعقتين عسل أو ملعقة عسل كافي، ملعقة عسل كافي، لأنه أنت بهمك الفائدة ما بهمك الحلا، لحد ما يصير معك القوام شبها للعصير. إذا ضم الجرجير، كاسة مي، ملعقة عسل، وصلى الله بارك، اعمل الخلطة هاي كل يوم، بتقدر تعمل كاسة كل يوم، بتقدر تعمل كاسة. ما قدرتش يا أخوي كل يومين مرة، يعني شو بتستنى، شو بتنتظر قاعد، شو بتنتظر، بتنتظر لحد ما تمرض بعدين تصير تقول بدي علاج؟ من الآن خليك على الجرجير، استمر وشوف كيف بعون الله انه راح يكون في منافع كثيرة جدا. سامحونا إخواني، كان معكم محدثكم المعالج أبو الأمين من الأردن، خبير الطب والأعشاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.